أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حنان عواد بودكاست. عايزة أقول لكم إن أنا حياتي مش ورود وزهور وأنغام وفراشات طول الوقت. في أوقات كانت بتبقى صعبة قوي قوي علي، صحيا مش مظبوطة، مضغوطة من الشغل والارتباطات والمسؤوليات والحاجات اللي أنا حابة أعملها. يعني جزء من الضغوط اللي كانت عليا كانت حاجات أنا متطوعة فيها، ولما بحس إن أنا دخلت في مرحلة كده يعني مليانة هذا التوتر، بستعيد ست مفاهيم دايما لما بطبقها بتغير حياتي. والنهاردة حبيت أشارككم في الحاجات دي، يمكن حد منكم يستفيد زي ما أنا استفدت، وزي ما أنا برجع أطبقها يوم ورا يوم يوم ورا يوم عشان أحافظ على الاستقرار والهدوء في حياتي بدون ما أخل بنظام حياتي اللي فيه شغل وفيه مسؤوليات وفيه ناس وأشخاص وأعمال ومهام وكل الحاجات دي. أول مفهوم غير حياتي هو التبسيط، البساطة. النهاردة العالم كله إيقاعه سريع، أحيانا بيبقى صعب إن احنا نقعد ونرتاح. طول الوقت في حاجة بنعملها، في قيل وقال، في أخبار، في أحداث في العمل، في خناقات في العيلة، في حاجات عايزة تتنظف، حاجات عايزة تتسلم، وده كله شيء متعب جدا. طيب نعمل ايه عشان نبسط حياتنا؟ لقيت ان اول حاجة ان انا ابسط حياتي التكنولوجية. كل حاجة في حياتنا دلوقتي بقت تكنولوجي. التليفون اللي في ايدينا، الموبايل اللي في ايدينا، ما عادش مجرد ان احنا نستخدمه لحالات الطوارئ. زمان كان يعني اول ما جبت موبايل من 20 سنة او اكتر، كان بيستخدم عشان الطوارئ، راحة ميتنج وتأخرت بحاول أتكلم، أتصل بماما أطمنها إن أنا في المكان الفلاني، الكلام ده كله. دلوقتي لأ، ده بقى بيربطنا بالسوشيال ميديا وألعاب و500 واحد في الكونتاكت بتاعتنا وأخبار وإيميلات الشغل وكذا وكذا وكذا. زمان كنت عشان أشوف الإيميلز اللي جياني من الشغل لازم أكون في الشغل. دلوقتي حتى وأنا في نص الليل لو صحيت من النوم مسكت الموبايل بتاعي ممكن ألاقي إيميل من كلاينت أو من عميل أو الكلام ده. عشان كده لازم يعني كان أول حاجة إن أنا أحدد الدور اللي بيلعبه الموبايل في حياتي، ان هو جهاز اساسي بس مش خانقني. شلت النوتيفيكيشنز، شلت الالعاب اللي ملهاش لازمة، شلت الناس اللي ملهاش لازمة، حددت اوقات معينة هي اللي افتح فيها واشوف يا ترى بيقولوا ايه على الفيسبوك، يا ترى في ايه، يا ترى في ايه. ما لغيتوش من حياتي بس جدولت وجوده في حياتي فما بقاش خانقني. النقطة التانية برضو اللي عملتها عشان أبسط حياتي إن أنا شلت الكراكيب. بيوتنا مليانة كراكيب، وصدقوني أنا لغاية دلوقتي لسه كل فترة لازم أطلع كراكيب وكراكيب وحاجات صعبان عليا إن أنا أرميها، صعبان عليا إن أنا أتبرع بيها لوجه الله تعالى. بيوتنا مليانة حاجات ما عادتش متوافقة مع أسلوبنا، أسلوب حياتنا، ما عادتش مفيدة، متجرحة، متكسرة، متبهدلة، ومع ذلك بنستخسر ان احنا نرميها، بنستخسر ان احنا نديها لحد تاني هيستفيد اكتر واكتر. علشان كده كل فترة لازم اقعد اغربل اللي موجود في البيت واسأل نفسي واكون قاسية كمان، يعني امتى اخر مرة انا استخدمت الشيء ده؟ يا ترى مقطع، يا ترى مهرجل، يا ترى مبهدل، يا ترى فيه ايه؟ وخلاص لو استقريت انه لازم يطلع من بيتي يبقى لازم يطلع من بيتي. تالت حاجة مهمة جدا عشان نبسط حياتنا ان احنا نعرف الفرق
ما بين احتياجاتنا ورغباتنا. انا مثلا واحدة من الناس بحب قوي 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 مثلا اللي هي الانيمال برينس، نقشة النمر وجلد الحيوانات والحاجات دي. كل ما بشوف بلوزة، جاكيت، جزمة، شنطة فيها النقشات دي بتهبل عليها. فبقعد افكر وافكر نفسي، يا ترى ده مجرد رغبة من جوايا ان انا اقتني شيء بحبه، ولا انا محتاجة الشيء ده؟ هل انا محتاجة جاكيت جديد؟ هل انا محتاجة، في ناس مثلا مهووسة بادوات المطبخ، هل انا محتاجة ده ولا مجرد اني عايز ده؟ تفرق كتير قوي. لو عملنا كده، اولا مش هنضيع فلوسنا في كلام فاضي، ثانيا مش هنملى المكان اللي احنا عايشين فيه بحاجات احنا مش محتاجينها وغالبا نادرا ما بنستخدمها. رابع حاجة بقى كمان يعني بفكر فيها عشان ابسط حياتي، هو ان انا بقدر قيمة وقتي. انا بزعل جدا من الناس اللي بتقول بضيع وقتي في كذا كذا كذا. ليه؟ الوقت ده مورد من مواردنا اللي مش ممكن هنرجع نحصل عليه تاني. احنا لو خسرنا فلوس نقدر نكسب فلوس تاني، لو خسرنا صديق نقدر نكون صداقة تانية، لكن لو خسرنا وقتنا، وقتنا ده عمرنا، نعوضه ازاي؟ فلازم نقدر قيمة وقتنا. علشان كده باجي ابسط يعني ازاي ده بقى بيصب في تبسيط الحياة، ان انا بفكر في الالتزام ده والوقت اللي هياخده، هل انا محتاجة ان انا اعمل الشيء ده ولا لا؟ برضو بدون ما اخل في حياتي الاجتماعية وان انا اشوف الناس اللي انا بحبها وان انا احقق التزاماتي، بقيت برفض حاجات كتير قوي. انا جت عليا فترة كنت بقبل اي دعوة، وكنت اي حد يقول لي انا عايزة اروح في الحتة الفلانية تيجي معايا، في والله في ايفنت معين تيجي معايا، فقررت انه لا، انا عندي جدول انا حطاه، مش لازم يبقى مليان ومكتظ لعينه، وفي نفس الوقت مش لازم أضيع وقتي في أنشطة يعني ملهاش أي عائد ولا جدوى. علشان كده الأربع خطوات اللي أنا قلت لكم عليها دول ساعدوني إن أنا أبسط أسلوب حياتي، ما بقاش إن أنا بنهج وبجري كل يوم. عارف يعني إيه إجري يا ابن آدم جري الوحوش؟ لا، أنا مش عايزة أجري جري الوحوش ده. تاني حاجة بتساعدني قوي في الفترات العصيبة اللي فيها توتر، اللي فيها أمور يعني متوترة ومحتدمة في حياتي، هو مفهوم العطاء. والعطاء هنا غير التضحية. التضحية فيها خسارة، اللي بيضحي معناه انه بيخسر، لكن العطاء مفهوش خسارة. انا بدي وبكسب حاجة تانية في نفس الوقت. فلما نطلع من حالة الأنانية اللي احنا فيها، اللي كل واحد فينا للأسف منغمس فيها لودانه، مشاكلنا الشخصية بتهون وبتقل وبتخف. ما بنبقاش متوترين قوي من الحاجات الصغيرة، فتلاقي كده مخنا بقى ايه، بقى أكثر هدوءا، بقى أكثر سلامة. ولما يعني نساعد اللي حوالينا بنحس جوانا بسعادة عميقة، سعادة جميلة، سعادة من جوه كده. ومن غير ما حس بالأسى اللي بتجيبه موضوع التضحية، أنا ضحيت بشغلي عشان أقعد في البيت أربي العيال. لا، أنا خدت قرار واعي ان انا اكرس حياتي لاولادي، وده كان عطاء مني ليهم. كسبت ايه في المقابل؟ كسبت كذا وكذا وكذا وكذا. انا تخليت عن حاجة معينة عشان اقدر ادي في حاجة تانية. فلما نحس بان الخدمات دي جزء من العطاء، هنبقى سعدة، مش هنحس ان احنا خسرانين. احنا ما خسرناش، لا، احنا كسبنا حب اولادنا، كسبنا حب ازواجنا. انا مثلا اديت في الشغل قوي قوي قوي،
كسبت ايه؟ كسبت اني اتعلمت حاجات، كسبت اني اترقيت، كسبت اني حسنت علاقتي بمديري وبزمايلي وهكذا. فاستبدلوا كلمة تضحية بكلمة عطاء. ومش لازم تبقى الخدمة كده متفانية ان احنا نخسر نفسنا واحنا بندي، لأ لأ، نعطي من غير ما نهلك نفسنا عشان يفضل عندنا شوية طاقة ان احنا نستمر في هذا العطاء. ثالث أمر ساعدني جدا 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 هو الخلوة والتأمل. وده يعني بيسموها ايه، بيسموه المديتيشن والسوليتيود. ده بنفتكر ان هو مفهوم جايلنا من الغرب او جايلنا من الحضارات الشرقية زي البوذية والهنود والكلام ده، مع انه متأصل في ديننا وثقافتنا الشرق أوسطية. النبي عليه الصلاة والسلام احنا عارفين انه كان بيقضي ساعات في غار حراء مع نفسه يتأمل ويتعبد. جدتي الله يرحمها كانت قبل الفجر بتصحى تقعد مع نفسها وقت لوحدها واحنا كلنا نايمين. بابايا لما كان بيرجع من الشغل بالليل من مكتبه الساعة 12 واحدة بالليل كان يستقطع لنفسه ساعة يقعد لوحده. والدتي بعد صلاة الفجر تستقطع لنفسها وقت. فالوقت اللي احنا بنقعد فيه لوحدنا، اصحي قبل جوزك، قبل ما تصحي الولاد وتحضري الفطار وتعملي الكلام ده، اصحي قبلهم وتسحبي كده من سريرك واقضي شوية وقت. ما تمسكيش بقى موبايلك، ما تقعديش تشوفي السوشيال ميديا ودي حطت صور ايه والكلام ده، لا، ده وقت الخلوة. والخلوة دي فيها نوع من المديتيشن، التأمل الصامت بدون أضواء بدون أي حاجة. وتخيلوا إن في ريسيرشرز، في علماء باحثين درسوا موضوع التأمل ده، المديتيشن ده، ولقوا إن هو بيغير دماغنا فعليا، بيغير دماغنا، بيساعد مخنا انه يتخلص من كل السموم والتوكسنز اللي بتترسب فيه واللي بتعمل لنا صداع وبتعمل لنا زغلالة وبتعمل لنا الكلام ده. والتأمل ده يعني ممارسة روحية، لكن فايدتها بقى مش بس روحية، ده روحية وجسدية ونفسية، بتعمل لنا كده استرخاء في عقلنا، بتضيع الإجهاد اللي احنا بنحس بيه. يعني دلوقتي الغرب بيتكلم كتير قوي 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 على موضوع التأمل، التأمل، المديتيشن، عندنا. فلما نقعد كده في جلسة لوحدنا، أنا دايما الصبح بيبقى فيه هذه جلسة من جلسات التأمل بعودها لوحدي، بعود على الأرض في كورنر في قط النوم بتاعتي جنب السرير بتاعي على الأرض في هدوء وسكينة. ممكن احط مزيكا صغيرة خالص واقعد افكر في مش افكر بقى، يعني مش افكر بقى في مشاكلي وبلاوي السودة والكلام ده، لا، اركز على الافكار الايجابية، الحاجات الكويسة في حياتي. اكتر حاجة بركز عليها الشكر، اني بشكر ربنا على كل النعم، على صحتي، على الذكريات الحلوة اللي في حياتي، على كل الحاجات دي. وابتدي اهدأ، احس ان وتيرة الافكار في دماغي بتهدى خالص، ولا وما عنديش طاقة ان انا اركز على المشاكل والقلق وده قال وده عاد، لا خالص. كمان دخلت جلسة التأمل دي بالليل قبل ما نام عشان يبقى نومي هادي. فبرضو وبدخل مع جلسة التأمل دي التنفس، مهم قوي يا جماعة، احنا ما بنعرفش ازاي نتنفس، بنتنفس سوبرفيشل كده من على السطح، فما بنلحقش ناخد اكسجين كافي ورئتينا ما بتاخدش كفايتها من الهواء. لازم لما نتنفس في جلسات التأمل دي ناخد شفتوا
التنفس الصحيح بيساعد خلايانا فعليا انها تتجدد، بيدي عقلنا وقت ان احنا نرتاح. بيقولك انا رايح اشحن بطارياتي ازاي، هو ده ان انا اختلي بنفسي واسمح لنفسي ولو جربوا حتى 5 دقايق بس، 5 دقايق، ونقعد في كورنر في البيت مش مهم، مقفول مفتوح مش مهم مش مهم، ونتنفس هتلاقوا ان انتوا بقيتوا مرتاحين قوي 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 في حياتكم. المفهوم الرابع اللي ساعدني كتير على تظبيط حياتي خصوصا في أوقات التوتر هو إني بدور على الحكمة، بدور على الحكمة ودور على الناس الحكيمة الحكماء في حياة كل واحد فينا، ناس كبار في السن، ناس عندهم خبرة. مش لازم، سيبكم من الأسامي المشهورة، أحيانا بيبقى فيه ناس بسيطة ولكن عندهم بصيرة، هم دول اللي احنا نقرب منهم ونتعلم منهم وعندهم دروس حقيقية. لكن خدوا بالكم ازاي نعرف ان الشخص ده فعلا فعلا عنده الحكمة؟ ما هو انت لو ما حكمتش اصلا على هذا الشخص اذا كان عنده الحكمة اللي انت محتاجها ولا لا، يبقى هتتبع حاجة غلط هتودي نفسك في داهية. فلازم نحكم الاول، لان ده هيبقى المعلم واحنا هنبقى تلامذة، وننهل بقى من بحر هذا العلم. أول حاجة إن الشخص ده يكون حياته فيها الحاجة اللي احنا عايزينها. يعني بصراحة جدا، يعني بدون حد يزعل، ما ينفعش واحدة مطلقة تدي نصايح لواحدة متزوجة. معلش، انت اتطلقتي يمكن اخترتي غلط، يمكن طلع في وفي الزمان، يمكن معرفتيش تدير العلاقة صح بينك وبين جوزك. ما تديش بقى نصايح للمتزوجات، لأ. لو في سيدة متزوجة تدور على سيدة متزوجة تانية أكبر منها، عاشت حياة مستقرة وسعيدة، وهي دي اللي تسمع لها، وهي دي اللي تاخد منها النصيحة. واحد ما يروحش لشخص مش عارف ولا متأكد إذا كان هو غني ولا حقق فلوسه عن طريق العمل والاجتهاد، عن طريق حلال، ويروح يسأله أعمل إيه في حياتي وأدير حياتي المالية إزاي. ما ينفعش. فلازم إن الشخص اللي نقرر إن إحنا هنتعلم منه يكون عنده هذا الشيء في حياته. ما ينفعش ما ينفعش. أنا بسمع بصراحة ناس بتدي نصايح وللأسف للأسف مش حاسة ان هم عندهم الخبرة ولا الرؤية الصحيحة ولا الحياة الحقيقية اللي يدوا بيها نصايح. احيانا بتبقى نصايح تودي في 60 داهية. خامس بقى مفهوم غير حياتي هو مفهوم اليقظة، المايندفولنس، اليقظة، ان الشخص يكون متيقظ في اللحظة اللي هو بيعيشها، في الحالة اللي احنا فيها، ان احنا نبقى في كامل وعينا في الوقت الحاضر. ما يكونش مخي قاعد عمال سرحان في الماضي وعايش في الماضي، ولا يكون سرحان في المستقبل وشايل هم المستقبل. للأسف في يعني رجل بعت لي على رسالته ان هو لسه بيحب البنت اللي هو كان بيحبها ايام ما كان مراهق، وعايش حياته كلها يدور على اخبارها وصورها وراحت فين وجت منين والاغاني اللي بتفكروا بيها، لدرجة ان هو من ضمن الحاجات انه بيشوف حظها اليوم. تخيلوا، بيشوف الطالع بتاعها حظها كل يوم، هو طبعا عارف عيد ميلادها، فكل يوم يشوف البرج بتاعها حظه ايه، وده خلاه عايش حياة تعيسة جدا جدا مع مراته اللي هي بتحبه جدا جدا، ولا مستمتع بأولاده ولا مستمتع بحياته، وطول الوقت في البيت قاعد لوحده
وقاعد عمال هيمان مع نفسه، والبنت اللي هو كان بيحبها دي بقت ست كبيرة متزوجة وبتحب جوزها وعايشة حياتها بعيدة عنه خالص خالص. فده فين؟ فين اليقظة لحياتك انك تتيقظ وتشوف جوزي والحاجات الحلوة اللي فيه، مراتي والحاجات الحلوة اللي فيها، شغلي حتى ولو قرفان منه بس الحاجات الكويسة اللي فيه، وعيش اللحظة اللي أنا فيها بدون ما أعيش في الماضي ولا في المستقبل. الماضي خلص والمستقبل لسه ما جاش. سادس حاجة برضو مفهوم من المفاهيم المهمة جدا جدا في حياتي عشان تستقر، هو إن أنا أقبل التغيير. كل يوم بنصحى نبص في المراية، نبص في الجو برا، نلاقي فيه حاجات غريبة بتحصل، عندنا مرض، شيخوخة، أحيانا بيجي حادثة، أحيانا بيتغير المناخ في البلد اللي احنا فيها، وده مش لينا احنا بس، مش ليا أنا بس، مش لحنان بس، لأ، لأن التغيير هو القانون الأساسي في الكون، فلازم نتقبل التغيير. علشان كده لما نؤمن بحتمية التغيير هنعرف نتعامل مع المتغيرات، ما نقعدش يا دي المصيبة يا دي الكارثة يا دي مش عارف ايه، لا 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 لا، في ايه تغيير؟ في حادثة، هتعامل معها ازاي؟ هعمل ايه؟ في شخص فقدناه، شخص عزيز قوي قوي علينا فقدناه، يا ترى الحياة هتبقى عاملة ازاي؟ يا ترى يبقى لا، التغيير مدام هو امر مفيش مفر منه لازم نتقبله ونملأ لبنا بالحب ونتعامل مع المتغيرات دي. لو في حاجة في ايدي اعملها، لو ما فيش حاجة في ايدي خلاص هتقبل الوضع وموف اون واتحرك في حياتي. ختاما عايزة اكد لكم ان اهم حاجة ان احنا نعيش اللحظة. ده بقى تعبير كلاشيه لكن هو فعلا مهم قوي، ما نعيش في الماضي ولا نعيش في المستقبل، ما نعيدش صياغة المواقف اللي حصلت في حياتنا ونعيدها تاني وتاني وتاني، دي خلصت خلاص. نخطط للمستقبل بس نعيش في الحاضر. أشكركم وأرجو أن أنتوا تكونوا استفدتوا حاجة من الكلام اللي أنا قلته. ياريت ياريت تشتركوا في القناة، اعملوا لايك للفيديو وشير الفيديو ده مع أي حد حاسين انه ممكن يستفيد من الكلام اللي انا قلته. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.